هو جهاز كشف التزام متابعين الرجيم. في ناس بتكره يوم الميزان عشان بتخاف وتتصدم انها ما نزلتش، وفي ناس بتوزن كل ساعتين عشان تشوف خست كام جرام. الميزان مهم جدا في النظام الغذائي، لكن الاهم ازاي وامتى نستخدمه. عن اهميه الميزان صديقنا وعدونا اللدود هنتكلم في حلقه النهارده من الاهلي دايت. النهارده هنتكلم عن موضوع بيخوف ناس كتير وخصوصا الستات، وهو موضوع الميزان. النهارده هنتكلم عن موضوع مهم جدا وبيشغل بال كل الناس اللي عايزه تخس او عايزه تتخن، عايز تزيد في الوزن او عايز تقل في الوزن، وهو الميزان. ايه مشكله الميزان اللي بتقابلنا دايما لما بنيجي نعمل دايت او بنيجي عايزين نخس او عايزين نتخن؟ كل الناس اول حاجه بتفكر فيها ان انا هطلع الميزان دلوقتي هيبان النتيجه او هيبان الفرق. انا النهارده عملت دايت، بكره المفروض اطلع خسيت كام جرام، بعده عايز اخس كام كيلو، وحاطط لي الجرام المفروض اخس 2 كيلو في الاسبوع او 3 كيلو او 2 كيلو، حاطط التارجت نفسه على الميزان. مع الاسف ده مش صح، او مش هنقول مش صح بنسبه 100%. لازم نتعلم ازاي نتعامل مع الميزان بطريقه صحيحه علشان افضل، عشان اخد احسن النتائج. اول حاجه هنتعلمها النهارده هو ازاي اوزن نفسي. اول حاجه علشان اوزن نفسي لازم اجيب الميزان بتاعي واخليه محطوط على سطح مستوي، ما يملش مني ولا اي حاجه، زي مثلا ان انا اكون حاطه على الرخام او على سيراميك. ما طبعا ما ينفعش تماما ان انا اكون حاطه الميزان بتاعي على سجاده، لان هيديني نتائج غير صحيحه. تاني حاجه لازم اقف على الميزان وانا من غير شوز من غير شراب، وحاطه رجلي في نص الميزان علشان اوصل للنتيجه الصح. تالت حاجة لازم أوزن نفسي بملابس تكون خفيفة نوعا ما علشان ما تشيلش معايا وزن على الميزان، وياريت كل مرة أوزن فيها نفسي يكون بنفس اللبس ده. كمان لازم وأنا بوزن نفسي يكون نفسي منتظم ويكون أنا في حالة مستقرة، يعني ما ينفعش مثلا أن أنا أكون طالعة على السلم وأروح أوزن نفسي بعدها على طول، طبعا هيديني النتائج غلط. ما ينفعش أكون في الجيم أو بتمرن وبعمل رياضة وكمان وبعدها على طول أروح أوزن نفسي، كمان النتيجة مش هتكون صح. فلازم علشان اوزن نفسي يكون نفسي متظبط اللي هو العادي جدا، واكون في حاله الطبيعيه بتاعتي. طب ايه الميعاد المناسب لوزن الجسم؟ وامتى ابتدي لازم اوزن جسمي عشان احس بالفرق او بالنتيجه؟ اولا هتختلف من شخص لشخص، لو انا عايز اتخن او عايز اخس. طيب الميعاد الوقت المناسب للميزان الجسم وهو اول ما نصحى من النوم. ما ينفعش اصحى من النوم وانزل شغلي واخد وجبه واكل او اشرب او اشرب اي حاجه فيها املاح تخزن ميه في جسمي، او يكون في ميعاد مثلا زي السيدات في ميعاد البيريود او في الحوامل او في وزن بيبي. لا، وزن الميزان ده لازم يكون الجسم هادي، كل هرمونات جسمي لسه هاديه. اول ما اصحى من النوم اطلع على الميزان، ده الوزن الطبيعي بتاعي اللي ما فيهوش اي جرام زياده. طيب لو نزلت وفطرت وحصل توتر وشربت ميه او شربت اي حاجه فيها املاح تخزن ميه في جسمي، او فقدت ميه من جسمي، كل ده بيلعب في الميزان الطبيعي بتاعي. لو انا هوزن نفسي في نص اليوم لازم على الاقل اكون مش واكله قبلها بثلاث ساعات علشان برضو يبقى انا بحصل على احسن النتائج. طيب اوزن نفسي كل قد ايه؟ ودي مشكله ناس كتير جدا بتقع فيها، لان في ناس بتوزن نفسها كل يوم، مش بس كل يوم، ده في ناس بتوزن نفسها كل ساعتين ثلاثة، كل ما تاكل أكلة تروح توزن نفسها، كل ما تشرب حاجة تروح توزن نفسها. الحركة دي غلط جدا جدا جدا. ليه؟ لأن إحنا الأكل اللي بناكله وكمية السوائل اللي إحنا بنشربها سواء مية سواء قهوة سواء شاي، كل ده بيأثر عندي على الميزان، بس مش بيأثر دهون، لا، الزيادة دي بتبقى زيادة مية في جسمي، فبتبقى زيادة مش حقيقية لأني ممكن أتخلص منها بمنتهى السهولة. زي مثلا نوعيه الاكل لما بنكون ماكلين حاجه فيها نشويات كتير زي البيتزا او الباستا، بنلاقي نفسنا بعدها عطشانين جدا، بنفضل نشرب ميه نشرب ميه نشرب ميه، علشان النشويات اللي داخله جسمي دي كل جرام من النشويات بيدخل جسمي بيخزن في جسمي من 3 ل 4 جرام ميه عشان يقدر يكون حاجه اسمها الجلايكوجين، وده مخزون السكر اللي موجود في جسمي اللي بيتخزن في الكبد وفي العضلات. وبالتالي كل جرام كربوهيدرات انا باخده بيشيل معايا 3 ل 4 جرام ميه، وبالتالي بيزود وزني على الميزان بعد الوجبه على طول. فغلط جدا ان انا اول ما اكل اروح اوزن نفسي، او ان انا اوزن نفسي كل ساعتين ثلاثه،
ده هيديني نتائج غلط، دي اول حاجه. تاني حاجه هيخليني كمان بيأس بسرعه جدا من الدايت، وبحس ان انا مش بنزل، لا انا بزيد، فده بيخليني احبط بسرعه، ودي بتبقى زياده مش حقيقيه، دي كلها عباره عن ميه وبتنزل في خلال يوم او يومين. يبقى الميزان المفروض لما اجي اوزن اول وزن طبيعي لجسمي اللي هو اول ما اصحى من النوم. طب اوزن كل قد ايه؟ اقل وقت ممكن اوزن كل 3 اسابيع، لكن مش كل يوم اوزن. استنى كل 3 اسابيع عشان اوزن وزن جسمي الطبيعي عشان اعرف هخس قد ايه. والاحسن اللي هو كل شهر ونص، لكن مش كل يوم اطلع الميزان اشوف انا وزني بقى كام. على الاقل 3 اسابيع، بالكتير شهر ونص عشان يبان الفرق في وزن جسمي. لو احنا بقى كمان عايزين نعرف الوزن ده نوزنه صح امتى والميعاد المناسب ليه امتى. طب لو انا مثلا بيجي لي بيريد، البيريد بتزود وزن على غير الطبيعي بتاع الجسم، فما ينفعش اعتمد على ميزاني في وقت البيريد، لا ابعد عنه. ده بالنسبه للسيدات. بالنسبه للرجال، مريض الضغط ما ينفعش اعتمد على ميزانه. الناس الكبيره في السن الميزان بيفرق في العظم. طيب هل الوزن بتاعي هو الاساس في ان انا اخس او اتخن؟ لا طبعا. المهم عندي نسبه الدهون في الجسم ومقاسات الجسم، هو ده الاهم من الميزان. محدش يفكر في وزن جسمه كام، ممكن يبقى وزني 80 كيلو بس داخل فيه نسبه عضلات عاليه او كثافه عظم عاليه، فكده انا صحيا ولياقتي البدنيه بتبقى عاليه. اللي بيفرق ما بين شخص رياضي او غير رياضي في ميزانه، ان الرياضي ميزانه بيبقى اكتر عظم وعضلات، الغير رياضي بيبقى ميزان بالنسبه له دهون. الفرق بين كيلو الدهون وكيلو العضلات عامل زي الفرق بين كيلو الحديد وكيلو القطن. فبالنسبه لي الميزان ممكن يبقى ثابت، حد بيخس بس ميزانه ثابت. ليه؟ لان مثلا عضلاته كانت ضعيفه فبقت تبقى قويه، فبقت توزن على الميزان. ما نخافش منها خالص، ما حدش يتضايق ويقول انا مش عايز ازيد عضلات، بالعكس العضلات ما بتاخدش حجم لان هي عامله زي كيلو الحديد، لكن الدهون بتاخد حجم عامله زي كيلو القطن. وعشان نكون مطمنين، انا علشان ازيد كيلو دهون لازم ازود في اكلي 7000 سعر حراري. ما اعتقدش ابدا ان في حد ممكن ياكل 7000 سعر حراري في يوم واحد، عشان كده هنتاكد ان الزياده اللي بتزيد خلال اليوم دي كلها زياده ميه. طيب انا هوزن نفسي بقى كل قد ايه؟ انا بوزن نفسي كل اسبوع مره واحده بس، والمره دي زي ما اتفقنا بتكون الصبح بدري، باللبس بيكون خفيف، يا ريت يكون نفس اللبس كل اسبوع. بجيب الميزان بتاعي وبحطه على مكان مسطح زي السيراميك او الرخام، بقف في نص الميزان، مش بكون لابسه اي شوز او شراب علشان اكون اخد احسن نتائج. وبالتالي دايما الناس لما بتيجي تقول لك انت خسيت، شكلك خاسس لكن مش وزنك كام، ده اللي بيتسال دايما الناس. ما فكرش في ان انا ميزاني ثابت بس مقاساتي بتتغير، نفسيتي بتتعب، فبالتالي ابتدي الخبط عشان ميزاني ما يتحركش، فمقاساتي تضرب تاني. لا، فكرش في الميزان نهائي، انا افكر في شكلي، لياقتي، صحتي، ضربات قلبي منتظمه، ضغطي منتظم، سكري كويس، كل اجهزه بتاع الجسم شغاله كويس بكفاءه عاليه، عظمي قوي، عضلاتي قويه، اعرف اعمل اي مجهود من غير اي الام، كده انا صحتي كويسه. ميزاني ده اخر حاجه افكر فيها. طيب ازاي اتاكد ان نزولي في الوزن على الميزان هو ان انا بنزل من الدهون المتخزنه في جسمي، مش بنزل عضلات او مش بنزل في الميه؟ الدايت السليم اللي انا بمشي عليه، اللي بيديني كل العناصر الغذائيه بتاعتي بطريقه صحيحه وبنسب صحيحه، بيخليني افقد الدهون بنسبه نص كيلو لكيلو في الاسبوع بالكتير قوي. لو لقيت نفسي بنزل اكتر من كده، اعرف ان الدايت اللي انت ماشي عليه مش صح، وان هو بيخليك تفقد من كتلتك العضليه. ليه؟ لان النزول السريع في الجسم دايما بيبقى من الدهون، من يعني الجسم بياخد من الدهون وبعد كده بيبدا ياخد من العضلات اللي موجوده في جسمي، وده احنا ما بنحبذهوش ابدا، لان عضلاتي دي مهمه جدا لانها مرتبطه بكل وظائف جسمي. لو عايزين نتاكد من الموضوع ده، انا ممكن كل اسبوع اعمل ان بادي. الان بادي ده بيبقى جهاز بيقول لي نسبه الدهون ونسبه العضلات ونسبه الميه اللي موجوده في الجسم، وبتابع بيه كل اسبوع عشان اقدر اتاكد ان النزول اللي انا بنزله ده هو نزول من الدهون بس مش من العضلات.
وعشان كمان اكون متاكده ان نزولي ده هو دهون بس لازم احافظ على الرياضه زي ما اتكلمنا قبل كده، ان تكون على الاقل 30 دقيقه كل يوم، ممكن تكون 30 دقيقه مشي، ودي اسهل حاجه ممكن كلنا نعملها. بالطريقه دي هنبقى ضامنين ان احنا نسبه عضلاتنا بتفضل زي ما هي، وبفضل انزل من بقيه الدهون اللي متخزنه عندي. في حاجة بقى مهمة تانية بالنسبة للميزان، الأطفال. الأطفال ما ينفعش أتحكم في الميزان بتاعهم بنسبة 100% اللي يكون فيه وزن مثالي، اللي هو الطول مع الوزن. إحنا بنبص للميزان ده في طول الوزن عشان نعرف فيه وزن زيادة على الجسم قد إيه، لأن كل كيلو زيادة في الجسم بيحمل على الركب وعلى الظهر 4 كيلو زيادة. يعني لو أنا وزني 80 كيلو وطولي 160 فأنا عندي 20 كيلو زيادة. لو أنا مش رياضي أنا بحسبهم إن ال 20 كيلو دول بيساوي بالظبط اضرب في 4، يعني 80 كيلو زياده وزن على الركبه وعلى الظهر. فاحنا بنخاف على الشخص اللي مش رياضي في حاجه زي كده. ليه؟ لان ده هيبقى وزن زياده على مفاصل الجسم، هيبقى فيه خطوره ان هو لو عمل حاجه فيها جامبنج او نط او جري او فيها حاجه ترفع الركب لفوق او تحمل على الظهر، هيبقى فيها لود عالي شويه. فاحنا بنحاول نامنه الاول بتمارين سهله تقوي العضلات علشان هي اللي تشيل وزن الزياده اللي في الجسم. طيب ننزل بقى للاطفال. الاطفال لسه في مرحله نمو، فبالتالي مش هقدر اتحكم في وزنهم، لان كل ما بينمو كل ما عظمه بيوزن معايا، كل ما عضلاته بتزيد معايا. فانا بالنسبه لي الميزان بتاع الاطفال مش عامل اساسي، لان كل ما هو في مرحله نمو فوارد ان يكون وزنه بيزيد عظم وعضلات، مش لازم يبقى دهون. لذلك حتى الجهاز اللي بيقيس نسبه الدهون والعضلات والعظم في الجسم ما بيعترفش بالسن اللي اقل من 16 سنه، لان لسه في مرحله بلوغ، بيتكلم على السن اللي اعلى من كده عشان يقيس له المقاسات الطبيعيه بتاع الجسم. ليه؟ لان طول ما هو في مرحله البلوغ عظمه بيوزن وعضلاته بتوزن، مش هيبقى الوزن الطبيعي بتاعه ده دهون. بنعترف بايه في السن ده؟ بالمقاسات بتاعته، نسبه الدهون اللي في جسمه عملي كمجر كمقاسات مزوره. عنده مساحه بطنه قد ايه؟ صدره قد ايه؟ كتفه قد ايه؟ رجليه قد ايه؟ هل اللي عنده دي عضلات ولا عظم؟ اللعبه اللي بيمارسها ايه؟ هتبقى مفيده بالنسبه له ان جسمه يبقى مليان زي الجودو زي المصارعه، بتبقى عايزه جسمه يبقى مليان شويه عشان دي اللعبه بتاعته، ولا زي السباحه عايزاه يبقى رشيق ونحيف؟ بتفرق. التغذيه بتاعته بتفرق، هل بياكل حاجات فيها تخزن الياف جسمه؟ بتفرق. فبالنسبه لي الميزان في الطفل مش عامل اساسي، شكله ولياقته هي المهمه عندي. اللياقة اللي هي بيبقى عنده قوة وسرعة ورشاقة ومرونة وتحمل، لازم يكون متوفرين عنده بكفاءة عالية جدا. لكن ميزانه ما بيفرقش معايا في حاجة. اللي يفرق معايا الميزان في الناس اللي ما بتلعبش رياضة، اللي هم أكبر من 20 سنة ما بيلعبش رياضة، وزنه 100 كيلو طوله 170، كده عنده 33 كيلو زيادة في جسمه. طب ما بيلعبش رياضة، 30 كيلو بيساوي 120 كيلو على ركبه وظهره. فبالنسبة لي ده خطورة عليه، اخاف عليه من السمنه المفرطه، اخاف عليه من الاجهزه اللي جوه جسمه. طب ممكن يبقى نفس الميزان 100 كيلو بس عضلات، ما اخافش عليه عادي جدا، ده عنده لياقه بدنيه عاليه، عنده قلب قوي ما دام بيقدر يجري، عنده عضلات تشيل وزن جسمه وتشيله هو لما يعمل اي مجهود، ما تاثرش على المفاصل، فده ما قلقش عليه خالص. في حاله ان الشخص اللي كله عضلات ده عايز يبطل رياضه او هيبطل ممارسة رياضة، لازم يتجه لنظام غذائي عشان ينزل وزنه، عشان لو العضلات كفاءتها قلت الوزن ده هيبقى على الركب وعلى الظهر. دي الحالة الوحيدة اللي بهتم فيها من الميزان. لكن الميزان أثناء الدايت كنت عايز أملى أو أخس مش مهم خالص، المهم عندي الشكل وكفاءة الجسم. وعشان نتاكد ان النزول السريع اللي جسمي بينزله هو بيكون من الميه المتخزنه في جسمي مش من العضلات، هنلاقي دايما اول ما بنبدا في الدايت اول اسبوع بننزل كميه كبيره جدا، بتبقى حوالي من 3 ل 4 كيلو في الاسبوع، علشان جسمي بيكون مخزن من قبلها ميه كتير جدا. بعد كده لما ببدا امشي على النظام الصحي بيخسسني من نص لكيلو في الاسبوع بس. عارفه ان الموضوع ده هيزعل ناس كتير قوي، لكن هو ده النزول الصح،
ده النزول اللي هيخليني احافظ على الوزن اللي انا خسرته، وكمان هيخليني اقدر استمر على النظام الغذائي بتاعي. لاني ببساطه لو اعتمدت على نظام كله حرمان وسعراته الحراريه قليله جدا هزهق منه بسرعه جدا، هخس في الاول كميه كبيره لكن هرجعهم بمجرد ان ارجع لعادتي الصحيه العادات الغذائيه الغلط اللي كانت قبل كده. الحاجه المهمه الثانيه بقى الاماكن تخزين الدهون. بعض الناس بتتضايق من اماكن تخزين الدهون عندها، هو دايما الدهون بتروح في حاجتين بتروح لهم، الاماكن الضعيفه اللي في الجسم زائد ان هي في جينات وراثيه، اللي هو ايه، في ناس بتتخن من الكتاف من فوق، في ناس بتتخن من منطقه البطن، في ناس بتتخن من تحت اللي هو الجزء السفلي من الجسم. طيب ده بيبقى ناتج عن ايه؟ رقم واحد جينات، بس هي عامه الدهون بتروح دايما للاماكن الضعيفه اللي في الجسم. طب يعني ايه الاماكن الضعيفه في الجسم؟ هي بتتخزن في المكان اللي فيه العضلات في المنطقه دي ضعيفه جدا. طب في ناس تقول لك لا ده انا عضلاتي قويه جدا بس هي برضو بتتخزن في المكان ده. لا، والاكثريه للناس اللي كانت بتمارس العاب وبطلتها، مثلا لما يبقى في سباح او سباحه بطلت رياضه خلاص وقعدت في البيت وبتاكل نفس الوجبات اللي كانت بتاكلها، فيبتدي الوجبات دي ما تتحرقش نتيجه المجهود اللي كانت بتعمله. فبيحصل ايه؟ ان هي تروح تتخزن في الاماكن اللي في الجسم الضعيفه. اول اماكن بتضعف في الجسم الاماكن اللي كانت دايما بتستهلك، لان هي اللي كان بيروح لها تغذيه عاليه جدا علشان بتعمل طاقه عاليه جدا، زي الدراعات عند السباح لانه بيستخدمها بكفاءه عاليه جدا. فاول ما بيبطل تمرين بيبطل يستخدم العضلات دي فبتضعف، تروح جاريه الدهون بسرعه جدا تتحول في المكان ده. فدايما نلاقي السباحين كتافهم عريضه والدهون عندهم في منطقه الدراعات والكتف كتيره جدا. طيب ازاي نعالج الحته دي او ايه الاماكن التانيه اللي بتخزن فيها؟ منطقه البطن دي اضعف منطقه في جسم البني ادم، اللي هي مركز ثقل البني ادم، دايما بيجي عرجلي عليها الدهون، ودايما احنا حاطين بطننا في وضع ارتخاء من القعده النوم، واقفين بس سايبين بطننا في وضع ارتخاء، فالدهون تتكون دايما في المنطقه الضعيفه اللي هي دايما في حاله ارتخاء. الرجلين قليل قوي اللي تلاقي عندهم دهون الا اذا كانت جينات برضه تتكون عندها الدهون، وده ناتج برضو عن ضعف العضلات. عشان نعالج حاجه زي كده لازم نقوي العضلات في المنطقه دي عشان نتعامل معاها وتخس وتحرق الدهون اللي حواليها، فبنقوي العضلات في المنطقه دي، فكده كده ما بتتكونش حواليها الدهون. اول ما منطقه بتبقى ضعيفه تجري عليها الدهون. طيب هيبان من امتى التوازن ده؟ ان انا مثلا الدهون عندي بتزيد في المنطقه اللي في النص وما عنديش دهون فوق، توزيع الدهون مثلا واحد فوق في النص، اتنين تحت واحد، هنقول ان احنا كده مثلا 4 كيلو. طيب انا جيت بعد اسبوع خسيت 2 كيلو دهون، هيتوزعوا ازاي؟ هيبقى نص فوق واحد في النص نص تحت. طب عشان خاطر اتعامل الموضوع ده لازم اقوي المنطقه اللي حواليها دهون كتير عشان اعرف اخسسها. دهون دايما بتروح تتخزن عند المكان الضعيف في الجسم، اول ما بيبقى قوي الدهون بتختفي من عنده. طب في ناس تقول لك لا الدهون بتتحول لعضلات والعضلات بتتحول لدهون. ده غلط، مفيش حاجه بتتحول لحاجه. ما ينفعش، يعني هندي مثال سهل جدا، ما ينفعش الازازه اللي مليانه ميه البلاستيك اللي بره يتحول لميه، اول ما يتحول بلاستيك مش هينفع. جسم البني ادم بيتكون من عضلات طبقه دهون جلد، ما ينفعش العظم اللي يبقى عضلات ولا العضلات تبقى عظم ولا الدهون تبقى عضلات ولا العضلات تبقى دهون. دي كلها خامات مختلفه عن بعض، عظم فوقيه عضلات فوقيه طبقه دهون فوقيه جلد. عشان الدهون تختفي لازم العضلات تبقى قويه، ولما العضلات بتبقى قويه العظم بيبقى قوي. فدي عمليه عكسيه، اول ما الدهون تزيد يعرف ان العضلات قليله، عضلات زادت دهون قلت، مع كمان نسبه الميه اللي متخزنه جوه العضلات. يعني العضلات مش هتزيد الا لما يكون في ميه صحيه، مش ميه اللي بتتخزن عن طريق الاملاح. ده مفيد جدا ان انا لازم اشرب ميه كتير، مع ان انا عشان اعكس موضوع ان انا انزل دهون لازم اشرب ميه كتير عشان اقوي العضلات، مع نظام الاكل اللي انا باكله عشان اقوي العضلات دي عشان هي اللي تحرق الدهون. بوزن نفسي في الوقت اللي هو قبل الجيم على طول، عشان ده الوقت اللي انا ببقى قادر احدد انا وزني كده ثابت ولا انا، هل انا نزلت او زدت على الميزان.
قبل ما بقى عملت اي اكسرسايز او اي حاجه، فما حرقتش اي حاجه في الدهون اللي في جسمي. لما بكون ثابت على الميزان المفروض ان انا بزود اكلي مثلا. لو انا مثلا زيب انا المفروض ان انا عايز ازيد، انا وزني بالنسبه لي رفيع، انا حاسس ان انا رفيع، فانا بحاول ان انا ازود وزني، ازود اكلي. لو يعني لو لقيت نفسي نزل على الميزان بتروي ان انا انكريز الوجبات اللي انا باخدها في اليوم. يعني مثلا بدل ما باخد 3 وجبات بزود عدد الوجبات اللي انا باكلها. باكل حاجات فيها بروتينز كتير عشان ده طبيعي بيتحرق في الجيم هنا باستمرار. كل اسبوع مثلا بوزن الصبح عشان مثلا قبل ما اكل، عشان ما كنتش لسه في حاجه دخلت، فاشوف قبل ما اكون اكلت بس عشان يبقى الميزان احسن. يعني انا باجي كل يومين في الاسبوع، تمام؟ فهو مثلا بيشغلني جزء مثلا من فوق وجزء من تحت عشان هو يحسنني كجسمي وكده، هو بيبقى فاهم اكتر عشان يحسنني جسمي. وانا هدفي ان انا يبقى جسمي احسن وازيد في الوزن. انا هدفي ان اوصل ل 75 كيلو، فبحاول اوصل الهدف ده. اول ما اوصل عايز اثبت عليه، هغير برضه نظام الاكل ونظام التمرين على اساس ان انا اثبت على الوزن ده. كنا المفروض ما فيش حاجه دخلت المعده، اللي هو يا دوبك الحاجات اللي هو مكونات الجسم نفسها. بروح بسأل الكابتن مثلا، بشوف نفسي اروح ممكن اعمل انبودي، اشوف في فاتس قلت، في عضل زاد كده يعني. وفي النهاية خلينا بقى نتفق تاني على كل الحاجات اللي احنا قلناها في الاول، هي ان انا لما اجي اوزن نفسي لازم اعرف انا بوزن نفسي ازاي، وعرفنا ازاي انا بجيب الميزان وبحطه على الارض على حاجة مستوية. عرفت ان انا لازم يكون اللبس اللي انا لابسه يكون اخف حاجة ممكنة، وكمان هو ده نفس اللبس اللي انا بوزن نفسي بيه كل مرة علشان ما يزيدش معايا على الميزان او يقل. وكمان عرفنا ان احنا لازم يكون نفسنا منتظم واحنا واقفين على الميزان. عرفنا كمان ازاي امتى نوزن نفسنا والوقت الصح، اللي هو يا اما الصبح بدري خالص، يا اما لازم اكون مش واكله قبل ما اوزن نفسي حوالي 3 ساعات. وعرفنا كمان كل قد ايه، وما تنسوش الغلطه اللي احنا قلنا عليها ان احنا ما بنوزنش نفسنا كل يوم، ما بنوزنش نفسنا 3 أو 4 مرات في اليوم. ولازم احافظ على النظام الغذائي بتاعي اللي بيديني كل العناصر الغذائيه بالنسب المطلوبه بتاعتها علشان يقدر يكون مناسب ليا ويخليني افقد من دهوني، ما افقدش من الكتله العضليه بتاعتي. وزي ما اتفقنا نخلي بالنا كويس قوي من الكتله العضليه بتاعتنا، لان الكتله العضليه دي هي بتعادل وظائف الجسم كلها. وبكده نكون عرفنا امتى وازاي نستخدم الميزان، مش في اي وقت. استنونا في حلقه جديده من الاهلي دايت.